انا خلصت. اللي قولي الشوط الاول خلص كام كام؟ ماشي يا رحيم بيه، الشغل اللي سعادتك طلبته هيخلص هيخلص، بس هو المكتب مقفول اليومين دول بسبب القضية. أنا مش عايزك تركز في أي حاجة غير اللي طلبته منك وبس. هعمل لك مكتب عندي هنا في المركب جنب الحسابات، نخلص شغلنا وأساعدك تقوم مكتبك من تاني. يا سلام، طول عمرك صاحب واجب يا رحيم بيه. طول عمري بعرف أقدر، وهقدرك أكتر لو جبت لي ملف حسن رشوان. ملفه وتاريخه كله هيكون عندك خلال ايام. مركب وعلى النيل، ده ايه التظبيط ده يا باشا؟ ممكن تسكت؟ ممكن تسكت شويه وتبطل الشويتين بتوعك دول؟ ممكن تسكتوا انتوا الاثنين وتركزوا في الشغل؟ والله شغال يا باشا، ما بنامش وقريب قوي هتتبسط. وانا مستني. بتعملي ايه عندك؟ مفيش يا ماما، باخد شاور وهخرج على طول. طيب يا حنان، مالها ريم؟ البت وشها متغير قوي، ويا اما حبسه نفسها في الحمام يا قافله على نفسها اوضه النوم. احسن تكون تعبانه ولا حاجه، ما توديها للدكتور. انا سالتها قالت انها كويسه ما فيهاش حاجه. حنان انا مش مطمن، خصوصا بعد ما جه الواد اللي اسمه زياد ده وزارها. عايزك تحط عينك عليها. ما تخافش. شكلك كده مش هينفع تيجي معايا الفرح، لازم تقعدي مع ريم. فرح مين؟ مش هتصدقي. قول مين؟ عماد وداليا. بجد؟ غريبة أوي دي. عشان كده عماد كان عايز يحبس السيد عشان ما يضرهاش بعد ما بقت في ايده. يا مسبتي، طب خلي بالك ما يعرف انك انت مقعد سيد في بيت العلمية القديم. حنان انت هبلة؟ انت مش عارفة انت متجوزة مين ولا ايه؟ انا حيل من عجاتي. طب انت هتروح الفرح؟ طبعا. طيب عارف انك مشغول. افضلك يا عمده. هو انا جاي من غير ميعاد صحيح، بس دي خطوه ما ينفعش ابدا اعملها غير وانت جنبي. خطوه ايه؟ اهم خطوه ممكن ياخدها الانسان في حياته، الجواز. سوري من الوقت كان ضيق وما لحقتش اعزم حد، بس أنا رحت المطبعة بنفسي، وقفت على إيدي الخطاط لما كتبها حرف في حرف. عارف طبعت كم نسخة؟ نسخة واحدة بس، علشانك أنت. ما مش معقول مناسبة زي دي ما يبقالهاش عندك ذكرى تفضل معاك العمر كله. أوكي، هستناك. باي. مبروك يا داليا. انت ايه اللي جابك؟
المدى عزمني وما ينفعش اسيبك في يوم زي ده. انت مالك عامله كده ليه؟ في عروسه عامله كده يوم فرحها؟ عايزه نعمل ايه يعني؟ عم ارقص؟ لا طبعا. ازاي في عروسه ترقص يوم فرحها؟ العروسه تكلضم تبوز تعمل شكلها زي كده بالظبط. بقول لك ايه يا سمر، انا مش فايقه لك بجد. ولا فايقه لنفسك يا داليا. انت عارفه انت بتعملي ايه في نفسك؟ بقول لك ايه، احنا لسه فيها، المأذون ما جاش. عايزه نعمل ايه يعني؟ اقوم امشي؟ لو عايزه تعملي كده اعملي كده على طول. في حاجات ينفع تعمليها دلوقتي، بعد كده مش هينفع يا داليا. مبروك حلمي. ايه ده، انا مبسوط انك جيت. كان لازم اجي. مبروك يا عماد. الله يبارك فيك. فرحان لك قوي. ربنا يخليك يا حلمي، عقبال ولادك يا رب. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن محمدًا رسول الله. الحمد لله الذي حلل النكاح وحرم السفاح. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. مبروك يا عماد. الله يبارك فيك. مبروك يا مدام. مبروك يا روحي. انت ليه عزمت رحيم؟ انت شايفه ان ده انسب موضوع نتكلم فيه في اللحظه الحلوه دي؟ اللي انت عملته ده اهانه ليا. انا مش لعبه تغيظوا بعض بيها. دودو انت فهمت الموضوع غلط. ده واحد بيني بينه عشره وبزنس، فعزمته عادي يعني زي ما اوكي اوكي دي غلطه وانا اسف، ما كانش صح اعمل كده. اوكي خلاص بقى، خلاص انا اديت تكشيره في لحظه زي دي. عماد لو سمحت انا تعبانه. طيب
ايه رايك اسيبك شويه كده تروقي وتغيري هدومك وارجع لك؟ اوكي؟ بعد اذنك. ما تضغطش عليا. باين لها هتبقى ليلة عنب. اوكي يا روحي. براحتك خالص. ده من العمر كله.